من الـLBCI أهلا بكم إلى هذه النشرة والتي نستهلها بالعناوين التالية. سليمان، علينا أن نعتذر من الشعب اللبناني. لجنة صوغ البيان الوزاري، هل يكون العاشر الأخير؟ سوريا الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال. أهلا بكم. في جديد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المتعلقة بالبيان الوزاري، دعا إلى كتابة البيان بحبر إعلان بعبدة، ورأى خلال حفل توزيع الجائزة اللبنانية للامتياز في القصر الجمهوري أن على الجميع المسؤولين الاعتذار من الشعب اللبناني لأنهم لم ينفذوا ما اتفقوا عليه في الحوار الوطني. ودعا سليمان لإبعاد ملف النفط عن السياسة والحملات الانتخابية. اليوم في لجنة عم تنعقد لبيان الوزاري. أنا قلت من أسبوع أنه هذا البيان يجب أن يكتب بحبر الوفاق الوطني، بالحبر ذاته اللي كتب فيه إعلان بعبدة، لأنه هيدي القاعة هيدي تقرر فيها إعلان بعبدة. إعلان بعبدة كان السبب الرئيسي بتشكيل مجموعة الدعم الدولية اللي انعقدت بنيويورك ب 25 أيلول 2013، واللي انعقدت بباريس بخمسة أدار، واللي صدر عنها نتائج مهمة للبنان، واللي بيريد أنه ما يعترف بأهمية هذه النتائج هو بيكون عم بيساهم بإفشال مقررات هذه المجموعة الدولية. وقبل أقل من أسبوع من انتهاء مهلة الثلاثين يوما لإقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء، تعقد لجنة البيان الوزاري اجتماعها العاشر في السراي الحكومي بعد نصف ساعة، وكانت سبقت الاجتماع سلسلة لقاءات ومشاورات. وننتقل مباشرة إلى السراي الحكومي مع الزميل مارون نصيف للاطلاع على آخر المستجدات من هناك. يعطيك العافية إدمو، تفضل، الهواء لك. يعطيك العافية ديما. بالفعل على رغم ترجيح المصادر المواكبة لهذا الاجتماع العاشر للجنة صياغة البيان الوزاري، إمكان أن يحيل رئيس الحكومة تمام سلام مسألة البيان الوزاري إلى مجلس الوزراء فما من شيء أكيد. هناك أكثر من مصدر حتى في قوى 14 أدار يؤكد أن ما من شيء أكيد أن هذا الاجتماع هو الاجتماع سيكون الأخير. قوى 14 أدار تحمل إلى هذا الاجتماع مسودة حل لمسألة البيان الوزاري. علمت الـLBCI أن هذه المسودة تقوم على القبول بكلمة مقاومة في البيان الوزاري مقابل تخلي الفريق الآخر فريق 8 أدار عن كلمة اللبنانيين، وبالتالي تصبح الصيغة حق لبنان بمقاومة الاحتلال. قوى 14 أدار ترفض الصيغة التي قرأها الوزير جبران باسيل في اجتماع جامعة الدول العربية، وترفض أي صيغة لا تكون فيها المقاومة. الدولة اللبنانية هي المرجعية الأولى والأخيرة للمقاومة. المشاورات لا تزال حتى هذه اللحظات مستمرة، وعلمت منذ قليل أن الوزير نبيل دوفريج سيحل بدلا من الوزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الاجتماع، على اعتبار أن الوزير المشنوق هو خارج لبنان بداعي السفر. وتسجل في هذه الأثناء جلسة بين الوزير نبيل دوفريج وبين الوزير بطرس حرب، هي جلسة نقاش لبعض وزراء قوى 14 أدار للتوجه إلى هذا الاجتماع بموقف موحد. وبطبيعة الحال كان هناك تشدد في اجتماع الأمس الذي عقد لوزراء وقيادات 14 أدار على مسألة البيان الوزاري وعلى نقطة المقاومة. هناك تكتم شديد ديما لدى الوزير وائل أبو فاعور حول الصيغة التي يعمل عليها مع الوزير علي حسن خليل، وهي صيغة معدلة كما تحدثت المصادر للصيغة التي تلاها الوزير جبران باسيل في اجتماع جامعة الدول العربية. إذن نحن في انتظار انطلاق هذا الاجتماع وسنكون معكم فور ورود أي جديد ديما. شكرا لك الزميل مارون نصيف على هذه المعلومات. إلى الشأن السوري، حيث دوت ثلاثة انفجارات في فندق هدايا في أحد أسواق القامشلي ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بحسب ما أفاد التلفزيون السوري. وذكر أن الانفجارات الثلاثة استهدفت مقر وحدة الحماية الشعبية في فندق هدايا. سوريا من أخطر الأماكن على الأرض بالنسبة للأطفال، هذا ما توصل إليه تقرير لمنظمة اليونيسف محذرا من أن مستقبل 5 ملايين و500 ألف طفل سوري أصبح على المحك.
شراسة الحرب أي حرب وفظاعتها لا تكمن في تخريب معالم المدن فقط، بل إن بشاعتها المدمرة تكمن في تخريب النفوس وإفساد أجيال برمتها. كيف لا والأطفال هم أكثر ضحايا الحروب تأذيا، مع فقدانهم براءتهم وتشوه القيم الجمالية في أعينهم، وهم يشاهدون المناظر المرعبة وهول المجازر الكارثية، وهم يعانون اليتم والجوع والمرض. نحن نعبي مي نشرب هون، شو نحن وأطفال الحرب في سوريا ليسوا استثناء، بل إن بلدهم بات أحد أخطر المناطق في العالم بالنسبة إلى الأطفال بحسب التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. فالأخطار بالنسبة إلى الأطفال في سوريا تتعدى الموت والإصابة، 5,500,000 طفل، 3,000,000 منهم داخل سوريا والآخرون لاجئون في الخارج، بحاجة لشكل ما من الدعم، أي ضعف عدد الأطفال السوريين الذين أثر فيهم الصراع في أذار 2013. هؤلاء الأطفال فقدوا حسب التقرير كل أوجه الطفولة، وبدلا من التعلم واللعب اضطر الكثير منهم للذهاب إلى العمل أو جندوا للقتال، بعضهم في معارك فعلية وآخرون للعمل كمرشدين أو حراس أو حتى مهربي أسلحة. اليوم يتابع تقرير اليونيسف نحو 3,000,000 طفل في سوريا والدول المجاورة غير قادرين على الذهاب إلى المدارس بشكل منتظم، أي نصف عدد من هم في سن الدراسة في سوريا. باختصار، أطفال سوريا يجبرون على أن يكبروا قبل سنهم بالمقارنة مع الأطفال الآخرين، حيث يعمل واحد من بين 10 أطفال لاجئين سوريين، فيما تجبر واحدة من كل 5 فتيات نازحات في الأردن على الزواج المبكر. أيام قليلة وتدخل الحرب في سوريا عامها الرابع. نجح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الوصول خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مناطق كثيرة في سوريا لم يكن من الممكن الوصول إليها طوال أشهر عدة، وقد استطاع خلال الأيام القليلة الماضية توصيل المساعدات الغذائية إلى 20,000 شخص في الحولة وفي ريف حمص للمرة الأولى منذ أيار الماضي، كما وصلت شاحنات تحمل حصصا غذائية تكفي ل20,000 شخص إلى محافظة الرقة للمرة الأولى منذ 6 أشهر. وتشاهدون بعد هذا الفاصل نواف حسين على خطى عمر الأطرش. أهلا بكم من جديد. التحقيقات بملفات الإرهاب متواصلة في المحكمة العسكرية، وبعد عمر الأطرش نواف حسين يتراجع عن اعترافاته السابقة. على مدى 3 ساعات مثل نواف حسين المتهم بالإرهاب وبعلاقته بعمر الأطرش في نقل سيارات مفخخة، مثل أمام قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي. وكيل حسين المحامي طارق شندب أكد للـ BCI أن موكله نفى أمام قاضي التحقيق كل ما نسب إليه في التحقيقات الأولية وكل ما اعترف به الأطرش عن علاقته بالتفجيرات على الأراضي اللبنانية. شندب لفت إلى أن موكله أكد أنه تعرض للتعذيب الجسدي والضغوطات النفسية من خلال تهديده بابنه الصغير وجعله يسمع صوت شقيقه يعذب. نفي حسين لاعترافاته السابقة في التحقيقات الأولية يأتي بعد يوم على نفي الأطرش أيضا أمام القاضي وهبي أنه أدخل سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة إلى لبنان. الأطرش أشار إلى أن اعترافاته على نواف الحسين جاءت تحت الضغط والتعذيب. في الملف عينه تقدم وكيل نعيم عباس إلى القاضي وهبي بطلب استمهال في استجواب موكله إلى حين تمييز الدفوع الشكلية. وقضائيا أيضا ختم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة تحقيقاته في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وأحال الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء المطالعة في الأساس. وفي طرابلس وفي جديد إطلاق النار على علويين، سجل إطلاق نار على العلوي محمد كرم في الشارع الفاصل بين مدرستي الأمريكان والروم في الزاهرية، ما أدى إلى إصابته برجله وبطنه ونقل إلى مستشفى السيدة للمعالجة. وفي محيط سنترال التل وقع إشكال بين سائقي سيارات عمومية على خلفية أفضلية ركن السيارة، تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة سائق أجرة.
أكد رئيس بلدية بيروت بلال حمد أن معظم العقارات المتضررة من تخطيط مشروع جادة فؤاد بطرس تم استملاكها ودفع ثمنها، مشددا على عدم وجود أي مبنى من المباني على لائحة المباني التراثية. حمد رفض الأقاويل التي أشارت إلى أن هدف المشروع تقسيم الأشرفية. نحن بالمجلس البلدي لمدينة بيروت قررنا أن نواجه هذه المشاكل ونضع حلول قصيرة الأمد لمعالجة مشاكل الناس، لنراعي مصالح الناس. كيف عم نشتغل؟ عم نحاول نفتح طرقات، ننفذ تخطيطات، نحل مشاكل التقاطعات، نأمن مواقف للناس، نزيد المساحات الخضراء، نحسن مستوى المساحات الخضراء. مشروع جادة فؤاد بطرس، هذا المشروع منه مشروع ابن ساعته، ليعرف الرأي العام هيدا تخطيط قديم عدل مرة واثنين وثلاثة وأدخلت عليه تحسينات ورصدت بلدية بيروت، يعني من مال المواطنين، من التاكس بير ماني، أكثر من 70 مليون دولار. أبلغ وزير المال علي حسن خليل إدارة شركة كهرباء لبنان عدم توقيعه على معاملات فتح الاعتمادات المستندية لتغطية شراء بواخر الفيول لزوم محطات الكهرباء قبل صدور قرار يشرع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية من قبل مجلس الوزراء، معتبرا أنه لا يتحمل مسؤولية النتائج لأن عمليات فتح الاعتمادات والدفع السابقة لم تستند إلى قرار واضح ووقعت تحت صيغة الظروف الاستثنائية وهي بمليارات الدولارات ولأكثر من سنة. كما أحال على التفتيش المركزي وديوان المحاسبة موضوع جدولة وصول البواخر الناقلة للفيول والتي يرتب عدم تنظيمها وبالشكل المناسب أعباء مالية وغرامات على الدولة اللبنانية. وتتابعون معنا بعد قليل. نتنياهو وإلغاء حق العودة للفلسطينيين. أهلا بكم من جديد في أخبارنا الإقليمية والدولية. وفي ثاني ظهور له منذ الإطاحة به في 22 شباط الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش من المدينة الروسية روستوف أون دون، أعلن أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد والقائد الأعلى للجيش، وأنه واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية سترفض تنفيذ أي أوامر إجرامية. يانوكوفيتش هاجم كذلك من أسماهم عصابة القوميين المتشددين والفاشيين الجدد الذين حلوا بدلا من حكومته، منتقدا داعميهم الغربيين. هذا وأعلن نواب برلمان القرم الموالي لروسيا استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا، مستبقين بهذه الخطوة الاستفتاء الذي يجري الأحد لإلحاقها بروسيا. فيما شيع في نابلس في الضفة الغربية القاضي الأردني من أصول فلسطينية رائد زعيتر والذي قتل على الحدود بين الأردن والضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية في مقتل زعيتر تظهر أنه حاول انتزاع سلاح وخنق جندي إسرائيلي. واليوم قتل 3 ناشطين ينتمون لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هنالك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. وقال نتنياهو في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه، لن أطرح أي اتفاق للاستفتاء من دون أن يتضمن إلغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية. وفي اليمن قتل 4 عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة بينهم قائدان محليان في غارة نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية على الأرجح في منطقة وادي عبيدة شرق صنعاء بحسب ما أفادت مصادر قبلية. تكثفت أعمال البحث برا وبحرا
وحتى من الفضاء لتحديد مكان طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي فقدت بشكل غامض منذ أكثر من 3 أيام بعيد إقلاعها من كوالالمبور. إلى ذلك، أعلنت الشرطة الماليزية أنها تعرفت على هوية أحد الرجلين اللذين صعدا إلى الطائرة بجوازي سفر مسروقين، وأوضحت أنه إيراني في 19 من العمر، ويشتبه أنه أراد الهجرة إلى ألمانيا مستبعدة أن يكون عضوا في مجموعة إرهابية. كما أكد الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل أن فرضية وقوع عمل إرهابي تستبعد في التحقيق في اختفاء الطائرة. أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب حكماً ابتدائياً هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي 10 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 27,000 دولار إثر إدارته بالتحريض ضد ولاة الأمر وأجهزة الدولة من خلال تغريدات على تويتر، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العدل. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.